فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم، وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا وتصرف الناس فيها. قد قال الله جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فالدنيا زائلة وزهرتها زائلة، فالإنسان لا يغتر بها، لا يغتر بها. والله جل وعلا مستخلف الناس في هذه الدنيا، بمعنى أنه جعلهم يخلف بعضهم بعضا، كما قال لأبيهم آدم في حق أبيهم آدم: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف من قبله. لا كما يفهم بعض الناس أنه خليفة الله، فإن الله جل وعلا ليس له خليفة سبحانه، وليس بحاجة إلى الخليفة، وإنما الله هو الخليفة سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله خليفتي على كل مسلم. فالله هو الخليفة سبحانه وتعالى، لا أنه يستخذ خليفة من الناس، وإنما الناس هم الذين بحاجة لمن يخلفهم. فالله مستخلف الناس في هذه الدنيا، وجعل كما قال جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فالله يستخلف العباد في هذه الدنيا، يذهب جيل ويأتي جيل، يموت شخص ويرثه شخص، وهكذا. فينظر كيف تعملون. الله جل وعلا ليس بغافل عن تصرفاتنا، فهو يحصيها علينا ويحيط بها سبحانه وتعالى، وينظر كيف نعمل، يبتلينا بهذا الاستخلاف، ماذا نعمل، هل نحسن أو نسيء، فينظر كيف تعملون.